طبعا شهر نوفمبر هو شهر هيك ممتلئ بالاحداث والفعاليات. شهر نوفمبر ايضا طبعا هنا في دبي هو شهر التحدي الرياضي. اليوم طبعا تختتم فعالية إمارات الأمان التي أقيمت لأول مرة في 2018 بهدف إبراز الدور الحيوي لقطاع الأمن الخاص في تعزيز الأمان في إمارة دبي. وعلى المدى على مدى الأيام الأربعة الماضية قدم هالحدث سلسلة من الأنشطة يلي نقلت رسائل هامة حول الأمان والسلامة. ناصر سلامي بيطلعنا من دبي مول زعبيل على الأجواء الختامية لهالفعالية يلي تشرف عليها مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية. منتابع. نحن حاليا واقفين على جسر يربط بين دبي مول ودبي مول زعبيل. هذا الجسر سموه جسر التحديات. ليش؟ خلنا نشوف. الكل يعرف ان شهر نوفمبر شهر التحديات، ولانه شهر التحديات انطلقت مبادره امارات الامان بالتزامن مع تحدي دبي للياقه. طبعا هذه الفعاليه تبرز دور قطاع الامن الخاص في اماره دبي، ويتم المشاركه عن تنظيم فرق من الجهات الخاصه والجهات الحكوميه من 7 لعيبه، ويتم المشاركة عن طريق الموقع المؤسسة أو موقع إمارات الأمان .ae أو من خلال المواقع التواصل الاجتماعي. اليوم نحن عندنا للألعاب الجماعية 8 ألعاب، 4 ألعاب ذهنية و4 ألعاب بدنية، وفي لعبتين ممكن مشاركة عن طريق الأفراد. طبعا نحن دائما نتميز بجوائزنا في هذه الدورة، جوائز تتعدى المليون درهم من شركائنا من فلاي دبي وكذلك من إعمار. احنا مشاركين السنة في إمارات الأمان كبطولة تهتم في الجانب الرياضي والفتنس، وطبعا جزء لا يتجزأ من إدارتنا ان نكون جاهزين دائما للاستجابة لكل حالات الطوارئ الموجودة في إعمار مولز، والتيم لازم يكون فت وجاهز دائما عنده الاستعداد يعني الفيزيكال والمنتال. موجودين اليوم في فعالية إمارات الأمان في نسختها الخامسة في دبي مول، واللي هي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. تهدف الفعالية أنها تعزز دور كل فرد من أفراد المجتمع. مثل ما تشوفون عندنا تحديات فردية وجماعية موجودين هني من 4 ل 7 نوفمبر من 10 ل 10. بطولة إمارات الأمان تعد من أمتع البطولات اللي موجودة خلال السنة. نحن نترياها صراحة من سنة لسنة. بطولة ممتعة، بطولة فيها تحدي، فيها منافسة، نستمتع بالألعاب اللي موجودة، أفكار جديدة، مبدعين ما شاء الله كل سنة يبتكرون أشياء جديدة. الألعاب مش كلها تعتمد على القوة ولا كلها تعتمد على اللياقة، ألعاب تعتمد على روح الفريق، على الذكاء. فبالنسبة لنا نحن هالبطولة بطولة مختلفة عن الموسم كامل يعني. حابة أشكر المنظمين على هاي المبادرة الحلوة إمارات الأمان. هذه ثاني مشاركة لنا لنسختها الخامسة، وصراحة في وايد تحديات جديدة هالمرة. تتحدى ذكائك والقوة الذهنية والقوة البدنية، وإن شاء الله أني مراكز حلوة. احنا كمنظمين موجودين في هذه الفعالية بنحاول نعزز ونحفز المتسابقين الموجودين في هذا الايفنت او هاي الفعالية، وان شاء الله تكون عند حسن ظن الجميع وتليق بفعاليات دبي الرائعة الموجودة. مثل دائما ما بنركز جرازي لهذا الشهر، شهر اللياقه البدنيه، ولازم الكل يكون على ادهى وادود يعني. وانت بكره رح تبلش ان شاء الله. نتوقف مع فاصل صغير ونستكمل دبي هذا الصباح.